مهنة المحاماة من المهن المتعبة للرجل والمرأة، لكن بالنسبة للمرأة ممكن تعاني أكثر من الرجل بسبب عاطفتها الزايدة. معاناة المرأة في هذه المهنة وخصوصا مهنة المحاماة راح يكون محور حديثنا الرئيسي مع المحامية شيخة الشليبي. صباح عليك بالخير محامية شيخة، حياة الله معنا. صباح النور، هلا والله. ليش دائما يتهمون المرأة أن مهنة المحاماة تكون شاقة ومتعبة عليها من ناحية أيضا النفسية؟ يعني غير ان هي تعب تاخذ من وقتها وصحتها ومحتاجه منها تركيز بالنهايه، لان هذا يعني نقول في لها مصير، تحددون مصير الناس، لكن ايضا من الجانب العاطفي والعاطفه ممكن والنفسي اثر عليها اكثر. صراحه مهنه المحاماه مثل اي مهنه ثانيه، مثل مهنه الطب، مثل الهندسه، وترى هالكلام ينقال كذلك للطبيبه. صح، ان دوام صعب وراح تحتكين بمرضى، بتشوفين دم وغيرها من هالامور. هي مهنه مثل اي مهنه ثانيه، اذا الشخص حبها يقدر انه يكمل فيها. نعم. تشوفين ان بالنسبه لكونك انت امراه في هذا المجال، في مقومات انت محتاجه ان تكون لدى المراه خصوصا اذا كانت محاميه عشان تقدر ان هي تنجح في هذا المجال؟ الاثنين، رجل او امراه، المفترض اول شيء يحبوا المهنه. مهنه صعبه، كثر ما تعطينها تعطيك، لكن إذا الشخص ما كان رغبان فيها صعب إنه يكمل، لأنه بالواقع هو راح يشتغل طول اليوم، ما في ساعات عمل محددة، يعني راح يشتغل 24 ساعة باليوم. صح. البعض يقول إن الأفضل للمحامية إن تمسك أو تكون متخصصة في القضايا الأحوال الشخصية، يكون أهون عليها ويكون وقعها يعني هين من إن هي تكون متخصصة في أمور أو تستلم قضايا في الجنايات. ايش رايك؟ المرأة قوية قادرة تتحمل؟ انا اختلف مع هذا، ترى قضايا الاحوال الشخصية نقول قضايا احوال شخصية بس في الواقع هي ناس، حياة ناس كاملة. المحامي لازم يفصل عاطفته سواء كان رجل او امرأة عن مهنته، وهذا شيء اكيد ولا ابدا ما راح يقدر يكمل فيها. لكن قضايا الاحوال الشخصية تمس العائلة نفسها والعيال وقصتهم، فاذا الشخص راح بعاطفته راح يعيش معاهم هذه الاجواء. صح. فبالتالي أنا أشوفها هي أقسى من الجنائي. فبالعكس المحامية تقدر تشتغل جنائي وتقدر تشتغل أحوال شخصية. في ناس تفضل المحامية بالأحوال الشخصية لأنها تسمع، ممكن تنصح. الرجل بطبيعته شوي مختلفة، لكن بإجمالا الرجل والامرأة المفروض أن يشتغلون الاثنين. لكن لأن الجانب العاطفة يعني هذا قاعد يغلب في بعض المواقف، يعني يقول لك أنه يمكن المرأة بحكم أنها مخلوق حساس يمكن قلبها شوية يأثر عليها. بالجنايات ممكن تواجه موقف صعب، يعني خصوصا احنا بنتكلم مثلا عن قضايا القتل، يعني هل في وصادفتش مثلا موقف انت او احدى الزميلات نيتها قضيه في هذا الجانب، مثل قضيه قتل او قضيه مثلا تكون وايد صعبه، ان اعتذرتوا منها ان قلت لي والله ما اقدر اتحمل هذه القضيه، سواء انت واكيد او اي محاميه اخرى؟ المحامي، محامية أو محامي، لما يعتذر عن قضية راح تلاقيني يعتذر عن قضية لجانب إنساني. ممكن والله مو قادر أن يترافع عن هذا الشخص، برغم أن كل متهم لحق الدفاع، لكن ترجع طبعا طبيعة الشخص، بيقولش والله أنا ما أقدر أني أنا أدخل بهذه القضايا، يعني أنا مثلا في قضايا معينة ما أخذها، بس هذا ما لها علاقة أني أنا بنت أو رجل. لكن عاطفة المرأة، الرجل كذلك لعاطفة، أحيانا كثير يتأثر بقضايا الأحوال الشخصية، بعد ما راح نقول جنائي، ممكن لما تيجي قضية حضانة أو غيره مثلا ينحاز حق الأبو أكثر من الأم، وهذا كله غلط. إذا محامية بيكون ناجح لازم يفصل عاطفته، يفكر بعقله، مثل ما القاضي قاعد يحكم بعقل ما يحكم بعاطفة. لو بحكم بعاطفة ما في أحد راح يأخذ حضانة من الأم، وما في واحد راح يطلق واحد من زوجته. لكن لما يحكم عقل راح نشوف إنه في أسباب أدت إلى هذا الأمر. بالجنائي نفس الشيء، إذا أنا بتعاطف مع المجني عليه أبدا ما راح أخذ قضية عن المتهم، مو تعاطفا مع المتهم، لكن القانون كفل حق الدفاع، بالتالي لابد أن يكون للدفاع. في قضية ممكن حركت الإحساس عندك أكثر من أي قضية ثانية سادة شيخة لحد الحين؟ في قضية على كثر القضايا اللي مرت عليك، لكن في قضية لحد الحين عالقة دائما بذهنك تحسين كانت فعلا خذت من جهدك ومن نفسيتك ومن وقتك ومن تفكيرك؟ والله قلت لك انا احاول اني افصل العاطفه، لكن بالنهايه احنا بشر، بالنهايه يعني بالاخير اكثر شيء هي مو قضيه واحده، اكثر شيء ممكن بالنسبه لي انا ياثر هي قضايا العنف الاسري. يعني لما تي امراه او مرات اي رجل معنف او معنفه، هذه الامور شوي يمكن لاني انا اشتغل في تمكين المراه والامور هذه، فكثير تاثر فيني مثل هذه القصص حتى لما انا سمعت عنها. لان عاده احنا نقول ان البيت هو المكان الامن، هو المفروض ان المراه او الاسره ما تتعرض له،
لكن يعني بعد سنوات هذه كلها بالمهنة الحمد لله قدرت أني أفصل هذا عن هذا. قدرتي يأثر أيضا من يمكن قاعد ذكرتي شيء جميل أنه حتى لو ما كانت القضية لتش يمكن تسمعين قضية تأثر وتحرك مشاعرك من الداخل. إذا كان اللي قاعدين حكم عليها امرأة وكان الحكم قاسي مثل ما قلتي ضربتي أمثلة في بعض القضايا، ممكن أن هذا تحسين أنه هم أيضا يأثر فيك كونك امرأة تتسائلين ان شلون وصل الموضوع فيها لهني؟ شوي الحكم قاسي او يكون الحكم مخفف العكس اذا هي كانت المجني عليه، وكان الحكم مخفف اكيد طبعا مو بس اذا امرأة، لكن ارد اقول في قضايا العنف الاسري بقضايا العنف ضد المرأة بوجه عام دائما نشوف الاحكام مخففة اكيد. لما اشوف حكم مثل هذا يعني احس بألم من داخلي ان ليش حكم مخفف؟ من المفترض أن يكون حكم قاسي، لكن كذلك حيثيات الحكم احنا ما اطلعنا عليها، فممكن يكون فعلا انه ما يستاهل تخفيف الحكم، لكن التشريعات نفسها خففت الاحكام ان شاء الله. احنا بانتظار تعديل تشريعي يشدد الاحكام. مرات بالعكس نشوف ان رجل صدر عليه حكم ويعني دافعنا عنه بالنهايه، فكان كان نامل ان نخفف العقوبه او نعطي البراءه. اي عقوبتي لاي موكل لي اكيد اني انا راح اتاثر فيها، لكن أرد أقول قدرت أني أفصل هذا، تأثر فيها بالمكتب بس لما أطلع تبدي حياة ثانية. بما أنك ذكرت الحياة الثانية اللي أكيد أنت في جانب الثاني ما هو بس المحامية شيخة، أيضا في الإنسانة اللي برا هذه المهنة، حياتك اللي برا، مسؤولياتك أكيد تجاه أسرتك تجاه أصدقائك كل هذه الأمور، قادرة تنسقين بين المهنة ومتاعب والتعب اللي قاعد تبذلينه، خصوصا انك ذكرتي ان في بعض الامور كنت تاخذ منك وقت وايد، تروحين البيت تكملين ايضا الشغل، شلون قادره تنسقين؟ هذه الجزئيه غلط، يروح البيت يكمل الشغل هذه اخطر مرحله. أي. كثير من المحامين يحبون مهنتهم من الرجال كذلك يعني مو بس من النساء، ياخذ الشغل البيت، من ياخذ الشغل البيت راح يشوف ان حياته كلها بدات تنعكس، شغل وقته بالشغل، لكن صح احنا نشتغل 24 ساعه، تليفوناتنا ما نقدر نسكرها، الموكليننا سواء كنا برا الكويت ولا داخل لازم نرد عليهم، تحقيق باي لحظه ممكن ان احنا نطلب، لكن مو معناته اني انا اخذ ملفاتي البيت واقعد اشتغل فيها. اسرتي لها حق علي، المفترض ان يعني اخصص وقت لنفسي، اخصص وقت لاصدقائي، اخصص وقت لعائلتي مثل ما اخصص لعملي، يعني كافي ان احنا اون كول طول اليوم. صح. في اعتقاد سائد انزين وابيك تصححينه، ان البعض يقول انا والله اخاف خصوصا موضوع الزواج، يقولك والله انا اخاف الرجل الحين قام يتردد لما يعرف ان مثلا الزوجه اذا كانت تمتهن مهنه المحاماه يقول لك لا، لعده اسباب، واحد يقول مثلا هي بتكون شخصيتها وايد قويه، مثلا عندها احنا نقولها بالكويتي لسانها مثلا يكون طويل، عندها الحجه بتحاجدني بترفض بتقول لا، وايضا في حاله خوفه وقوع اي مشكله بينه وبينها يقول باتر هذه دقيقه ترفع علي قضيه. هذا المعتقد اللي قاعد يصير عندنا تشوفين انه صحيح؟ هذا لا للاسف غير صحيح. ارد اضرب لك مثل بالدكتوره نفس الشيء، هي قادره تستقل عني، هي معاشها احسن مني، هي وظيفتها احسن مني، وهذا الكلام اللي ينقال وقت العمل ترى طويل اطول واطول واكثر. نفس الشيء المحاميه، ابدا المحاميه لسانها مو طويل، صاحب الحجه دائما هادي، فاقد الحجه هو لسانه طويل، فدائما المحامي العكس، لكن يصوره المجتمع بهذا الصوره، وهذه صوره تقليديه بحكم لان عملها هي محتاجه طبعا الكلام امام المنصه ومع القاضي يختلف الكلام، حتى هناك هي ما هي لسانه طويل، لكن الناس يكون عندها الرهبه لما تشوف المحامي في هذا الموقع، نفس لما نشوفه بالافلام والمسلسلات. محامي والمحاميه اكيد انسان، هل كلام هذا صحيح يدار في المجتمع؟ هل هو بواقع الحال؟ ابدا. يعني الحمد لله انا ام وعندي بنت وحياه طبيعيه، ومعظم المحامين والمحاميات يعني متزوجين وعندهم بيوت امورهم مستقره. الرجل كذلك ترى نفس المشكله، يقول لك لا والله هذا محامي دخلنا مشاكل، هذا انا ما راح اقدر عليه ما اخذه. الفكره لما واحد يبي يقدم على الزواج ويقول ان الطرف الثاني راح ياذيني راح يسوي، هذه زواجة خطأ. المفترض أن فيها التكافؤ، فنرجع مرة ثانية للصورة النمطية للمرأة في المجتمع، لو تشوفين بكل مهنة من المهن وأول كانت بس مجرد كلمة موظفة، لا هذه ما أقدر عليه.
نفس الشيء راح تصير كل المهن. وبما انك ذكرتي بنتك الله يحفظها ويخليها لك يا رب وتفرحين فيها، هل ممكن اذا جت لك ان شاء الله بنتك باكر وتسهلت امورها وصلت لمرحله ان هي تبي تتخصص وتدش الحقوق وتبي تصير محاميه، تسمحي لها بعد ما انت يمكن شفتي ومر عليك كل هذه الامور، او ان انت والله ما ابي اخليها تدش في هذا المجال لانه وايد صعب وفي امور يمكن تضايقها؟ والله انا اتمنى صراحه ان بنتي تكون محاميه اكيد حل. يعني على السنوات هذه كلها وان شاء الله اذا الله عطانا عمر بالقادم ان اكيد بنتي ابيها تكون معاي، بس انا ما اضغط عليها اذا هي تبي تختار المهنه ان شاء الله، لكن في بوادر في بوادر خير. نعم، اذا انت كنتي يعني بذلت جهد كبير في قضيه وانت يعني واثقه ان الشخص اللي قاعد ترافعين عنه فعلا بريء والامور كلها على الورق سليمه، لكن شاء القدر انه يطلع الحكم بعكس ما انتم تتمنون، ممكن هذا يضايق؟ يعني احس ان وقعها اصعب من انت تدرين انه ممكن القاضي يحكم عكس ما انت تبين، لكن اذا كنتي واثقه لكن طلع الحكم وانظلم مثلا الشخص اللي قدامك او دخل السجن بالخطا. دائما احنا نقول للموكل احنا ما نملك الحكم، وما في شخص يقدر يقول لك 100% انت راح تاخذ هالحكم، المعطيات تقول نسبه نجاح القضيه ايا كان جنائي او كانت احوال او كانت مدني تجاري نسبه نجاحها هالكثر، لان بالنهايه اللي بيصدر الحكم انسان قابل انه يخطا، وكذلك لا راي مختلف عن الراي اللي احنا نشوفه. في احكام اكيد لما تصدر وما تكون بالمبلغ، بس احنا اكثر شيء نشتغل تجاري، ما يكون بالمبلغ اللي احنا كنا متوقعينه، كنا مثلا متوقعين فيها فوائد ما حكم بالفوائد فيها كذا، من داخلي اكيد، لكن لما اتذكر اني انا ما قصرت ولا المكتب قصر ولا الموظفين الموجودين قصروا لا بالمتابعه ولا بالكتابه، هذا شيء يهون، لكن لما يكون شخص قصر في مرحله من المراحل اتوقع انه راح يكون اكيد فيها تأنيب. نعم، بالختام تشوفين ان البنات الحين مقبلين على هذه المهنه على الرغم كل شيء يسمعونه من سلبيات، احنا ندري ايجابياتها كثيره، لكن للاسف يتم تسليط الضوء على السلبيات اكثر من الايجابيات. تشوفين العنصر النسائي وبناتنا مقبلين على هذه المهنه حابين يكونون من المحاميات؟ والله اول ما دخلت المهنه كان عددنا قليل، وحتى يعني بالدفعات اللي بعدنا هل كذلك عدد قليل، ما شاء الله اليوم لما انزل المحكمه عدد البنات اللي بالمهنه جدا كبير. في امر سلبي واحد اللي انا اشوفه بس اليوم بدا كذلك ينعكس على الشباب، مجموعه بنات يعني مثلا خلينا نقول مجموعه كبيره تدخل جزء منهم يطلعون من المهنه، اول كان يمكن الاكثر اللي يطلعون بنات، اليوم حتى الشباب بدوا يطلعون. مهنه صعبه، مهنه فيها ضغط، فاصبح ما نقدر نقول المهنه صعبه على المراه والرجل، لا صعبه على الاثنين. فهي صعبه على الاثنين. نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، واليوم احنا نتمنى ان احنا ورينا الجانب الايجابي وجاوبنا على بعض الاسئله اللي ممكن الناس عندها تساؤلات تجاه المراه لما تكون محاميه من تعب ومشقه، وان الاتهام اللي دائما يتهمونها انه والله عاطفتها ممكن تتغلب على عقلها ويكون الحكم عاطفي اكثر منه هو عقلاني. اليوم احنا وضحنا ان المهنه ما تختلف والعاطفه والعقل في مهنه المحاماه متساوي بين الرجل والمراه، والتعب واحد والمسؤوليه واحده. بالضبط. فيعني مشكوره شيخه دائما على وجودك معنا، ونتمنى لك يا ربي كل التوفيق ان شاء الله. محاميه شيخه الشبيبي على وجودك معنا وكل التوفيق لك ان شاء الله. شكرا لك. مشاهدينا خلينا نطلع الفاصل ونرجع نكمل.